بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. حلقتنا النهاردة عن الشخصية مفرطة الحساسية، يعني عندها التهاب في الحساسية، التهاب ملتهبة بجد. يعني إذا في حد متعور فبيبقى عنده التهاب، أو بنعمل له مثلا يعني تحليل دم فنلاقي نسبة الالتهاب عنده عالية. فلو في مجازا يعني حاجة نقدر نقيس بيها الحساسية المفرطة، فهنلاقي إن في ناس عندهم التهاب في الحساسية، أو التهاب على أي كلمة تعمل له التهاب ويتعب نفسيا جدا، حساس قوي، وهو بيتعب وبيتعب اللي حواليه. يعني احيانا بيكون عبء على الناس، يعني عياط طول الوقت، ده قالت لي ده عملت لي. خلاص يا بنتي ما قالتش حاجه، ما تقصدش ما يقصدش، لا تبقى يعني نكد وغم. ممكن تنكد على نفسها وتنكد على جوزها وتنكد على اولادها بسبب حاجه عاديه عارضه ممكن تحصل، وهي نفسها ما بتبقاش عايشه في سلام نفسي. طيب هل ده مرض ولا ده يعني سوء سلوك، هي اتربت غلط، ولا ده فعلا حالة نفسية مستعصية محتاجة تروح بقى لطبيب نفسي؟ خلونا نسأل مروة الصعيدي. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك يا دعاء، ازيك حبيبتي؟ يعني إيه حساسية مفرطة؟ حساسية مفرطة أو زي ما بنقول حساسية نفسية، بنسميها اختصارا كده HS behavior. يعني إيه حساس جدا؟ حساسيه نفسيه يعني متعبه، زيها زي الحساسيه الصدريه وحساسيه الجيوب الانفيه، بل على العكس بتبقى بتتعب اكتر. ايوه تمام. في دكتوره اسمها إيلين أرن قالت ان الحساسيه النفسيه دي موجوده بنسبه من 15-20% من البني ادمين. وزي ما انت قلتي يا دعاء، بيبقوا حساسين قوي قوي تجاه اي كلمه، اي رد فعل، بيخلي باله قوي قوي من التفاصيل اللي حواليه، من الكلام اللي بيتقال. حساس لدرجه انه لو قعد في وسط ناس او زحمه لفتره طويله بيرهق نفسيا، لانه مركز في كل كلمه بتتقال ومركز في ردود الافعال. ده بسبب المستقبلات العصبيه اللي في المخ اللي احنا بنقول عليها الميرور او المرآه العصبيه. يعني المرآه اللي هي ايه؟ ان انا لما اشوف دعاء مثلا زعلانه ابقى زعلانه قوي زيها او اكتر منها، وابقى شايله همها جدا. اللي هو لو موقف عادي عدى علينا مثلا واحنا قاعدين، اي حادثه مثلا بنزعل ونتاثر شويه، هو ممكن يفضل زعلان ومتاثر اسابيع وشهور. ومش زعلان ومتاثر بس، ده زعلان ومتاثر وشايل هم الناس اللي حصل معاهم الموقف ده. بتلاقي الناس دي يا دعاء بتخلي بالها قوي قوي، حساسه قوي في الكلمه اللي بتطلع منها. الناس دي ما بنقدرش نقول ان ده اضطراب محتاج انه يروح لدكتور نفساني، لانه غالبا هو بيبقى خلقه ربنا كده. دي حاجه فطريه وليس اضطراب نفسي. وفي نفس الوقت هي ميزه هو مش قادر يتعامل معاها. ليه؟ بتعمل مشاكل كتير، لان الشخص الحساس قوي ده يا دعاء هو متخيل ان كل البشر حواليه عندهم نفس الملاحظات ونفس درجه الحساسيه ونفس رد الفعل. طب وهل بيبقى متخيل ان كل الناس قصدهم سوء بيه؟ يعني هل بيشوف انه دي عايزه تضايقني، او دي عايزه يعني الحساسيه بتاعته انه يشوف كلمه عاديه انها اهانه مثلا، فيبقى يعني بيشوف كل الناس ان هم وحشين مثلا بيضايقوه؟ خالص بالعكس. هو ممكن يكون بيشخصن الامور اكتر. بمعنى ايه؟ لو انا قاعده في وسط مجموعه وانا من الهاي سنسيتيف دولت، او من اللي عندي حساسيه نفسيه، فاحنا قاعدين مجموعه مثلا، لو في اتنين اتكلموا مع بعض ابتدي انا احس ان هم اكيد متضايقين مني، بيتكلموا عليا، بيتكلموا عليا، هو انا عملت ايه؟ فاهمه قصدي؟ طب هم ليه بيتكلموا كده مش بيتكلموا معانا؟ طب ده يبقى عنده مثلا قله ثقه في نفسه الحساس. الفكره بقى ان الشخص اللي عنده الحساسيه المفرطه دي بيبقى، عايزه اقولها لك بالعربي، مدمن لتقبل الناس، مدمن لان الناس تفضل تشكر فيه والناس تفضل تحب فيه. مدمن تقبل، فبالتالي بعمل كل حاجه في مقدوري او فوق مقدوري ان دايما يكونوا الناس اللي حواليا ما بيشتكوش مني، دايما الناس اللي حواليا مبسوطين مني. عشان كده لما باجي اتكلم، او الشخص الحساس قوي ده لما بيجي يقول كلمه بيفكر فيها مليون مره، ويحط نفسه مكان اللي قدامه. هو انا الكلمه دي لو قلتها هتضايقني ولا مش هتضايقني؟ رد الفعل ده هيضايقني ولا مش هيضايقني؟
فبالتالي هو متخيل ان كل الناس حواليه بيعملوا نفس الموقف. فتلاقي اقل كلمه ممكن ينهار، يعيط، يكتئب، ينزوي 3 4 ايام. اقل رد فعل هي ازاي تقول لي كده، هي ازاي تبص لي البصه دي. تمام، انت قاعده في مكان زحمه ودخل حد قال سلام عليكم يا جماعه، هي ما سلمتش عليا انا مخصوص لي، اكيد زعلانه مني في حاجه، طب وانا عملت ايه؟ تمام. فالمشكله انه دائما يشخصن الامور، يعني بياخد الموضوع على انه هو اللي غلطان، مش ان ده رد فعل طبيعي ممكن يحصل من اي حد. عشان كده دايما بيتميز البني ادم الهاي سنسيتيف ده او اللي عنده الحساسيه النفسيه دي، ان دايما كلامه مع نفسه او الاسئله اللي بيسالها اللي احنا بنقول عليها اسئله وجوديه. ليه مش كل الناس عايشه في سلام؟ ليه الموضوع ما يبقاش اسهل من كده؟ ليه الناس بتتخانق اصلا؟ طب تعالي بقى نطبق ده في العلاقات، مشكله. طيب في معاناه بقى بيعيشها الشخص الحساس ده. يعني مره واحده صاحبتي يعني كانت بتحكي لي انه مرات اخوها بتقول لي حساسه لدرجه انها بتنكد علينا صبح وظهر وليل باي حاجه، يعني واصله لدرجه ان كل لو قلت لها صباح الخير وانت مش بتضحكي ايوه تعيط. اه فاللي هو ايه، هي يا ساتر نكديه. فقلت لها حرام عليكي، يعني قالت لي لا انت مش، دي محوله حياتنا جحيم. ليه يا بنتي محوله حياتكم جحيم؟ لان هي بتعيط صبح وظهر وليل، هي طول النهار اي حاجه تقوم ايه دموعها تنزل وتقف وتنزوي دموعها تنزل، فبتقول مش عارفين نتكلم، مش عارفين يعني هم مش اشرار، هم عاديين. فالفكره انه هي عبء، بقت عبء. بتقول لي ما بقيناش احنا بنحب اخونا ده جدا، بس قلت لها ما يمكن انتوا اللي مفتريين. قالت لي لا، ما احنا من غير ما بننطق الـ 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 اليوم باظ خلاص، يعني بتيجي الصبح فاحنا مش عايزين نخرج اخونا ده معانا بالذات. ليه؟ عشان واخدينه بذنب مراته، ان مراته بتعيط من اقل كلمه عاديه. طب انتوا ممكن تكونوا شداد، ممكن تكونوا بتقولوا لا لا خالص، من غير اي حاجه هي بتعيط على طول. فدول يتعاملوا معاها ازاي؟ هم خلاص قربوا يقطعوا اخوهم بسبب مراته. هي المشكله في مش في ان انا اتعامل معاه ازاي، المشكله بتبقى في الشخص نفسه، ان هو المستقبلات العصبيه عنده حساسه قوي. يعني مثلا في حد خربوش، خلاص ده خربوش ماشي. لا، الشخصيات الحساسه قوي دي، الخربوش ده بالنسبه له عمليه جراحيه مأساه، ده بيوجعني جدا، ده وجعني قوي، ده هيعلم في ايدي. ومتخيل بقى ان انا كمان الحلو التعبير ده او المثل ده، لانه مقرب الصوره، يعني بالزبط. لو الناس مش عارفين يعني يوصلوا للكده. أيوة. الخربوش الصغير يتعامل معاه على اساس انه عمليه جراحيه، ده وجعني جدا، لان فعلا محفزات المستقبلات العصبيه عنده اعلى مننا بكتير. يعني الخربوش ده اللي هو ايه، ده انا ايدي اتخربشت في دبوس الطرحه ولا لا، انا ايدي وجعاني وابتدي اعيط، انا ايدي بتوجعني. هي فعلا بيبقى حقيقي ايدها بتبقى وجعها جدا، والموضوع بيبقى فقيسي بقى في كل حاجه، قيسي بقى في كل حاجه. طب خليني اخد ايمان. الو، ازيك يا دعاء؟ اهلا بيكي، ازيك يا ايمان؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار الاشخاص الحساسين ايه؟ هل انت من الشخصيات الحساسه ولا تعرفي حد كده؟ للاسف انا. احكي لنا بقى. للاسف الموضوع بيبقى متعب ليكي ومتعب للي حواليكي، بس مش عارفه هم بيبقوا حاسين زي ما انا ببقى حاسه ولا ايه، بس انا ببقى عندي حساسيه مفرطه للتعامل مع الناس. يعني انا لما مثلا بكون دور مثلا زي اللي انا واخداه دلوقتي ده، انا كلمتك وانا بردانه كده عشان اوريكي ان الموضوع قد ايه بيبقى بالنسبه لي حساس قوي، اللي احس ان اللي قدامي مش حاسس ان انا تعبانه، او لما اقول ان انا تعبانه انا فعلا ببقى تعبانه مش بتدلع، واحس منه اللي هو لا مبالاه يعني، او اللي هو عادي. طب معلش يا ايمان، ايمان ما شاء الله عنه ما حس، يعني مش هو بس، مش قصدي يعني مش فارق معايا يحس ولا ما يحسش، يعني المهم انا وخلاص. يعني اقصد ايه اللي ايه فارق معاكي ان هو يحس او ما يحسش؟ ليه باخد في نفسيتي قوي الموضوع، باخده على نفسيتي اللي هو انتوا ليه مش حاسين بيا؟ عنهم ما حس. هو هي دي بقى. يعني مش مهم، يعني المهم انت مع نفسك. فدي حاجه جزئيه. بصي ما هو ده بعد تاني احنا ما نعرفوش عن الشخص الحساس، انه لازم الناس تحس بيه، الناس تحس بيه وتقدر ان هو
فعلا فعلا الشخص دوت بيبقى ابسط حاجه تبسطه وابسط حاجه تعيطه، ويضحك يعيط يعني يتبسط يعيط يتضايق يعيط، هو دي حاجه بتبقى لا ارادي. انا لو اتبسطت جدا تلاقيني لا ارادي بعيط، ولو اتضايقت جدا او شفت حاجه حتى مؤثرات خارجيه مش لازم في موقف عندي، يعني انا لو شفت حد في التلفزيون بيعيط تلاقيني لا ارادي بعيط. بس دي موجوده في ستات كتير. طب قولي لي، هل في ناس بتتخنق منك؟ اكتر حد بيتخانق مني هو جوزي الحقيقه، بعد ما الموقف يعدي بلاقيه بقى انت كنت بافوره قوي الحقيقه، يعني عايز انا عارف انك كنت تعبانه بس مش للدرجه دي. ايوه كلمه انت اوفر دي برضو بتضايق. بتضايق جدا. ايه الافوره اللي انت فيها دي وهي تبقى فعلا حاسه انها هي مش اوفر؟ ده في كلمه بقى اقصى دلوقتي، يعني عارفه ان انا بقيت يعني بقيت ببقى متحفزه جدا في اي حاجه فيا وانا تعبانه، ما بقتش بقول ان انا تعبانه لان انا عارفه ان رد الفعل هيتقال انت اوفر قوي على طول مأفورة. طب انا بتضايق فعلا؟ لا انا مش بتدلع والله، بس انا احساسي انا بيها غيركم، انا حاسه بنفسي كده، مش ببقى مستنيه بقى الكلمه دي، الكلمه دي بقت بتضايقني قوي قوي. طب حتى لو فيها اي حاجه بسيطه حتى تعباني او كبيره كبيره او صغيره ما بقتش بقول، ما بقتش بقول انا يا ستي ده انا جالي كورونا ما كانتش مصدق ان انا عندي كورونا، رحت عملت له المسحه عشان يصدق ان انا تعبانه وعندي كورونا. قلت له لا ألف انا سلامه خفتي او شويه الف سلامه باين على صوتك، معلش سلامتك. وبالذات الكورونا كمان بتبقى محتاجه الناس تهتم اهتمام مختلف برضو يا جماعه، والله يعني والله دعاء نفسيا مش اكتر. انا ببقى محتاجه دعم نفسي اكتر من الادويه والراحه، انا ببقى محتاجه دعم نفسي ان احس ان انا لو يعني لو وقعت زي اي ام في البيت لما وجودها بيفرق مع الناس اللي حوالين منها، لما وقعتي الناس اللي حوالين منك وجودهم فرقت معاكي مهم جدا، ولما بقى ولا سيما لو هو شخص حساس بطبعه فالموضوع هيفرق معاه جدا. شكرا ليك يا ايمان. انت كنت بتقولي يا مروه انه كلمه تانية غير انت اوفر، في كلمه تانية غير انت اوفر دلوقتي بقوا من المراهقين بيقولوها والكبار، دي عيوطه قوي عارفه وشله اصحاب. لا 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 مش هنخرج معاها، ليه يا بنات عيوطه قوي يا ماما، اقل حاجه بتقعد تعيط واقل حاجه تقعد تتاثر، ده بيخلي حتى الشخص الحساس يعني يحس ان هو منبوذ. يا عيني ان هم حتى مش عايزين يتعاملوا معاه. وكلمه انت اوفر دي حقيقيه يا جماعه، هم فعلا عندهم الاحساس بالبيئه المحيطه اوفر اضعاف اوفر دوز اضعاف الاشخاص العاديين. ده حقيقي جدا، فبلاش نواجههم بان هم اوفر لان هي من جواها كمان بتحس انه لا انت مش بني ادم، انت ما عندكش احساس. ليه؟ لان هو اقل منها بكتير في رد الفعل وفي الشعور. فعشان كده الطرفين بيبقوا مجهدين في المعاملة وفي التعامل. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. والشخص الحساس اللي يعني بيوجع قلبه طول النهار، قلبه موجوع ووجع قلب اللي حواليه، الام مع البنت الحساسه طول النهار قلبها وجعها على بنتها لان هي حساسه قوي. فتخيلي دي بقى لو البنت دي هتتخطب والام تخاف عليها لقلبها يتكسر، ما هو اصله يا جماعه هو الجواز هو شويه كسرات قلب كتير كده لغايه اما تقوي، يعني ايه فاللي هو عادي يعني عادي، لو لازم تبقي شويه جبله في نفسك عشان لما تكسر قلبك. اصله الحاجات دي العلاقات اساسا اللي قايمه على الحب والتود والترحم، لو هو بخ فيها او بتاع فعادي، يعني هتعيش عمرك كله ده انت وجعت انت كسرت لي قلبي ده انت كذا. فلما بالك بقى لو هي حساسه، لا بخ ايه حضرتك، هو لو نزل الصبح مستعجل على شغله ونسي يقول لها صباح الخير، دي مشكله. لا معقوله البنات الحساسه زياده عن اللزوم؟ دي مشكله، وممكن تكلمه كذا مره فيش هو انت زعلان مني، هو انا عملت لك حاجه، طب انا ضايقتك في حاجه، يعني الطرف التاني بالظبط، وانا عملت لك حاجه يا بنتي، هو انا جيت جنبك اصل انت نزلت والنهارده وما صبحتش عليا، انا كنت مستعجل من الشغل يعني مستعجل عشان الشغل. ففعلا يا جماعه الموضوع بيبقى يعني انت مستنيه حاجه معينه من الطرف اللي قدامك، هي بتبقاش كسرات قلب عاديه،
يعني بقول لك من مستصغر الشرر، عارفه لما بيقول لك كده من مستصغر الشرر. فالام بقى والبنت الحساسه قوي دي تمام عايزه تاكل البتاع على حاجه تافهه يعني. ايوه انت كسرت قلبها، انت ضايقتها، انت كذا، انت هو ما عملش حاجه مثلا. البنت اللي اوفر دوز حساسيه. طب اخد رحمه. عليكم. ازيك يا رحمه؟ عليكم السلام. ازيك يا دعاء؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. هو بالفعل يا دعاء انا بالظبط هو اللي مروه بتقول عليهم دول، الشخصيه الحساسه اوفر مفرطه الحساسيه، اي كلمه بتضايقني وبتزعلني وممكن تخليني ابقى يعني في مود وحش جدا، ببقى متوقعه فعلا من الناس معامله مختلفه زي ما انا بحاسب على شعور الناس وبتعامل معاهم بليفل عالي جدا. انت عندك كام سنه؟ 40 سنه. وبعد 40 سنه خدمه في ثانوي بعد 40 ما سنه ما تعلمتيش انه الانسان يبقى جبله في نفسه شويه؟ لا للاسف بيديك الموضوع يا دعاء من كتر ما بتعاملي الناس بطريقه كويسه ومن كتر ما بتعاملي الناس بليفل حساسيه عالي جدا، وانا عرفت بعد شويه ان الغلط اكيد عندي، يعني مش كل الناس فاضيه تتعامل بالشوكه والسكينه كده، وبحط نفسي مكان الناس كتير جدا، وده يمكن بيخليني في مواقف مش عارفه اخد ردود افعال لانه انا ما ببقاش عارفه احكم لنفسي ولا احكم للقدام. ياخد ديسيجن في حاجه اعمل كده، طب ما انا لو عملت كده هزعل فلان، طب لا طب ما انا ما ازعلوش، طب ما لو هو ما زعلش انا هزعل، في حين ان هو ممكن يعمل كده ويزعلك وما يبقاش عارف انه مزعلك، ما يبقاش كير اصلا وما يبقاش يعني خلاص لا. هو خد الديسيجن الصالح لي. انت ليفل الزعل عندك يعني بتقيسي على حاجات بتزعلك ممكن ما تزعلش حد تاني، صح؟ بالظبط بالظبط. وبكون وبحاول احسب كل الجوانب اللي يعني اللي هتعمل مشكله للي قدامي او الكلام حتى اللي انا ممكن اقوله عشان اوصل بيه المعلومه علشان اللي قدامي ما يزعلش او يحس ان انا بجرح او بضايق او كده، ولكن بالعكس بقى بتلاقي اي حد يعني فاهمه بياخد القرار المناسب ليه ويقول الكلام المناسب ليه، مش مهم الكلام ده بقى هيضايق اللي قدامه او لا، خلاص هو خد التصرف الانسب يعني. طيب قولي لي على مستوى الزوج والولاد وكده، هم عرفوا شخصيتك خلاص؟ لا تمام. على مستوى الزوج والولاد خلاص هم عرفوا ان انا ان ماما بتزعل من اقل حاجه او كده، بيخافوا على زعلك اهم حاجه. بالظبط. طب فلتولع البشريه لا مؤاخذه يعني طالما الناس القريبين عارفين انا حدودي ايه، اللي بره دول فارقين معاكي في ايه؟ فارقين معايا ممكن يكونوا ناس مقربين يا دعاء واهل واصدقاء وعشره، وبيصعب عليكي ان انت بتبقي تبذلي افورت علشان تبقي يعني ما تبذليش. ما هو دي المفروض بقى ان انا اعمله وقفي البذل ده، وقفيه على طول بالظبط كده. يعني في فتره من الفترات لازم التفكير، لا الواحد بيكبر وبينضج وبيفهم الدنيا، وبناء عليه يبتدي بقى يغير طريقته اللي تعباه طول عمره. في ناس تعبانين طول عمرهم، يا بنتي انت ما تعبتيش بقى، غيري طريقتك دي مثلا عامه، يعني مش لازم في الصفه بتاعتك، انما في حاجات معينه بنبقى اتعلمنا بقى وانهكنا، فبنبقى نقرر انه ايه، ما خلاص انا من بكره هتعامل بطريقه تانية خالص. انت ما وصلتيش لهذه المرحله. هو ده اللي احنا عايزينه بقى، هنعمل ايه علشان اتعامل بطريقه تانية خالص. ماشي حاضر، شكرا ليك يا رحمه، مكالمه لذيذه وفي الصميم. في الصميم جدا. ليه بقى؟ لان الشخصيات الحساسه قوي اللي زي رحمه ده بحسهم الاخلاقي عالي جدا، زي ما قلت لك لا اصل انا عيب ازعله او عيب اضايقها، لكن مش معنى كده ان رحمه ما بتغلطش، هي رحمه بقى لما بتغلط هي مش مستنيه حد يعاتبها، لان الشخصيات الحساسه هي بتجلد في نفسها وبتعاقب نفسها وبتعذب نفسها طول الوقت. هتلاقي كمان الشخصيه الحساسه بقى في ولادك مثلا تلاقيه بيذاكر زياده عن اللزوم، مش عشان هو شاطر، عشان ماما تعبانه معانا او بابا تعبان معايا في مصاريف المدارس ومش عارفه ايه وايه وايه. نوعيات يا اختي. يعني فاهمه قصدي؟ ولو عندك ابن حساس بقى اي كلمه بتقوليها ده حتى لو بهزار ممكن يقعد يفكر فيها يومين، وفجاه تلاقيه انفجر في العياط. انت قلتي لي كذا من شهرين وانا ما كنت اقصد. لا الولاد الصغيرين بالذات عاملين قابلين للكسر جدا جدا، فلو عندك ابن حساس او بنت حساسه لا بنخاف. ليه؟ لانه في ثانيه يقوم الموضوع ممكن يتكسر وما يتصلحش. ده انا عايزه اقول لك انها بتبقى عامله زي العاهه المستديمه. لو حصلت في فتره الطفوله لحد سن 10 سنين و12 سنه اللي هي بدايه المراهقه،
فعلا يا دعاء مهما حاولتي تغيري وجهة النظر دي بيحس دايما ان هي معلمه جواه زي العين المستديمه بالظبط. طب انا عايزه احكي لك على حاجه، كانوا لسه بيحكوا لي على سيده، يعني الله ربنا يرحمها، ست كبيره في السن، الله يرحمها يعني اقصد، هي كانت مريضه نفسيه، دخلت مستشفى الامراض النفسيه بسبب ان هي كانت طفله حساسه جدا وهي صغيره، هي تعبت وهي مثلا عندها 16 سنه تعبت. أوكي. مرض، جالها مرض نفسي لان هي كانت عمرها ما زنت ولا شبطت في اهلها ولا شبطت في حد ولا طلبت حاجه ولا كده، كانت ساكته تديهولها تاخده، كانت حساسه جدا، فكان اهلها بيجوا عليها يسمعوا كلام اللي بتزن ياخدوها معاهم. ففي مره راحوا حضروا فرح، البلد كلها حضراه، كانت في بلد في كده، فالبلد كلها، فخدوا البت الصغيره اللي بتزن وخدوا الكبيره بنتهم وخدوا الاخ وخدوا كده، وقالوا ايه خلاص كفايه العربيه مش هتكفي هنسيبها. فنامت سكتت ما زنتش، وقالت لهمش اشمعنى انا، يعني كلمه اشمعنى انا دي نعمه، العيال الصغيره طبعًا. اللي بتتعبر عن نفسها وبتزن والله دي نعمه، يعني ما تزعلوش من ان بنتك دي بتزن واشمعنى انا وعايزه حلو بتعبر. فدي سكتت ونامت معيطه، صحيت تاني يوم مريضه نفسيه ده حقيقي، وفضلت عايشه طول عمرها عندها مرض نفسي يعني ما اعرفش ايه، بس هي عاشت عمرها كله في مستشفى امراض نفسيه. والست دي احنا نعرفها يعني اهلها ناس كويسين جدا، اخواتها كويسين جدا، كلهم عاديين، انما هي عشان كانت مفرطه الحساسيه وما اتكلمتش، نامت معيطه صحيت كده، فرفقا طبعا بالناس الحساسه. هو يعني وفي حكايات تانية بقى اكتر، لانه مثلا انا اعرف حد كويس جدا، بس هو كان مثلا وهو طفل عنده 5 6 سنين بيحب يتناقش، مش هقولك بيرد او بيزن، بيحب يتناقش ليه اعمل ده عشان ايه، اسمع الكلام وانت ساكت وبتاع، وكانت خالته سيده ربنا حرمها من نعمه الخلفه، فكان بيحب يقعد جدا مع خالته. فالام والاب خلاص ما دام هو مبسوط هناك وما بيعملش قوي ومريحين دماغنا وبتاع، مره في الثانيه بدل ما يقعد مع خالته يوم بقى 2 بقى اسبوع بقى شهر، خالته سافرت بره مصر خالص، سافر معاها وهو عنده 14 سنه، ما بيكلم مامته وباباه، واحنا بقى مقتنع تمام الاقتناع لحد امه وابوه ما توفوا، انتوا رميتوني لخالته، حبيبي انت اللي رحت، لا انتوا اللي تخليتوا عني، عشان انا كنت بحب اعرف كل حاجه وكنت بحب اسال في كل حاجه. الى الان ده حد عنده 41 سنه يقول لك انا اهلي اما باجي حتى اتناقش معاه اقول له مش هما اللي تخلوا عنك، انت اللي كنت بتحب تروح. معلش بس في فرق بين انه بيحب يروح وبين ان هم كبروا دماغهم وسابوه هناك على كدا. طول وخلاص وارتاحوا منه ومن بالظبط، فهو شالها في قلبه. وطبعا في حساسيه نتيجه تعاملات غلط مع الولاد او مع الناس او كده، هنكمل بعد الفاصل. مشاهدينا مرة تانية، الموضوع الشخصية الحساسة أو مفرطة الحساسية دي ليها جانبين، الجانب إنه يا ساتر إحنا بنزهق منها ويا ساتر ودي حساسة زيادة عن اللزوم، ده ممكن يوصلها لإنها تتعب تعب نفسي وتبقى الحساسية شديدة، الإفراط في الحساسية يتحول لمرض نفسي، وهو ده اللي إحنا مش عايزين نوصل بيه بولادنا او باخواتنا او بقرايبنا او بحبايبنا، وده دي نقطه في منتهى الخطوره، انه صحيح هو مش ذنبه على فكره ان هو طالع حساس، يعني الصفات الانسانيه والشخصيه دي بتبقى عامله زي لون البشره بالظبط، انا ممكن احاسب واحد او يا ساتر انت اوفر، كاني بقول له يا ساتر انت اسمر، طب هو هيعمل ايه في لون جلده، يعني هيغيره ازاي؟ فدي زي دي المشكله، ان احنا يعني شايفينها ان هي طبع وممكن يتغير. لا، ما زي ما قلت هو ده مش طبع خالص،
هم بيبقوا خلقة ربنا مولودين كده، والنسبة بتاعتهم من 15 لـ 20%، وده نتيجة الميرور نيميرس اللي عندنا أو المرايات اللي في عقلنا بتكون أشد حساسية من بقية البني آدمين. زي بني آدم كده دعاء بيقولك زي نسبة الذكاء دي محدش ليه علاقة بيها، عدد خلايا المخ، فصيلة الدم، أنا ما أقدرش أتحكم في فصيلة دمي، فأنا ربنا خلقني مثلا فصيلة دمي أو سالب، فبقيت بعرف أتعامل إنه أنا لو حصل حاجة ومحتاج نقل دم مش هعرف أخد غير من كذا أو من كذا. نفس الموضوع، الحساسية النفسية نتيجة الفطرة والجينات ملهاش علاقة بإن أنا أقدر أغير طبعي، لكن أعرف أوظفه صح. أعرف أوظفه صح إزاي؟ أولاً أبقى مقتنع تماماً إن أنا من 15% أو 20% بني أدمين اللي ربنا اختارهم تبقى إنسانيتهم أعلى وإحساسهم بكل حاجة أعلى. فابتدي أوظف ده صح، دول بيبقوا ناجحين جدا 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 يا دعاء في أي حاجة فيها شرتي أو أعمال خيرية. طب خليني أخذ اتصال من محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بحييكم على الحلقة الجميلة دي، كنت بس ليا سؤال كده، كنت عايز أعرف يعني لو تتكلموا عن الحساسية للست بعد الولادة، بتبقى شوية أكتر حساسية والتعامل ممكن يبقى أبسط الحاجات تزعلها. إيه، عندك تجربة شخصية؟ بالظبط، احكيلي يعني بقى. هي بس الفكرة بعد الولادة، فمراتي ممكن تبقى حساسية زيادة شوية. هي أصلا حساسة أصلا. فممكن وبعدين لما خلفت بقى إيه اللي حصل؟ ده طبعا يعني بتبقى ده احنا بتبقى في النفسية في الدمار. فانا بيبقى مش واصل لي ده بقى، يعني انا ما كنتش فاهم ده. كنت عايز اعرف التعامل ازاي بقى مع الموضوع، عشان انا بعك الدنيا جامد يعني. بتعك ازاي؟ اديني مثل. يعني هي حساسة براعي بقى ممكن. وانا مش براعي، شايف لو ده دلع مثلا وبتاع، لكن اكتشفت ان هو المفروض الواحد يتعامل باسلوب احسن يعني، بس ممكن يكون بكتشف بعد ما الموضوع بيبوظ. تكتشف بعد ما الموضوع بيكون كبر. ممكن برضو الواحد بيبقى جاي من الشغل تعبان، فهو شايف ان بيبص الامور بشكل بسيط، وهي ممكن تكون بصله بشكل عميق، مثلا ان انا مثلا نازل اقعد مع صحابي اتفرج على الماتش وسايبها. فانا بقى انا بالنسبه لي اتفرج بقى لي فتره ما شفتش صحابي، فبكمل اليوم بروح متاخر، فهي ممكن تشوف الموضوع ده، انت سايبني انا لوحدي وهكذا. فانا مش عارف ايه المشكله، ما تقعدي معاك التلفزيون والموبايل وهي شايفه الموضوع كبير. انا متخيله. شكرا ليك. انا متخيله، انا فاكره دي كارثه بالنسبه للست. انا فاكره ان انا لما كنت والده، وايه لو جوزي مره عملتها، انا اسفه يعني هقولها وهيكتشف، ولا اول مره صحيت من الولاده برضو عندي حاجة كده. انتي الستات بتبقى فقط الثقة في نفسها، وانا اوريدي مش حساسة قوي، بس مش عنديش يعني الفرط الحساسية، بس عندي وانا والدة بيبقى الواحدة ساعات ممكن توصل لاكتئاب ما بعد الولادة وكده، كان عندي هواجس، فهم فين عماد؟ فايه اقعد ادور عليه في المستشفى، هو راح فين؟ هو سايبني وراح فين وانا بولد؟ والله العظيم كان عندي حاجه كده. فمره قلت لدينا اختي، قلت لي كده بصي شوفي العربيه بتاعته تحت ولا لا؟ قالت لي، فنزلت قالت لي قاعد يا بنتي في الكافيه بتاع المستشفى بيشرب حاجه وبتاع وعادي. والنبي انا بقى الهواجس كبيره ان هو سايبني وقاعد فين؟ وكان عندي حاجات كده افكار، طب انزلي يعني عربيته ركنه تحت؟ ايوه يا ماما، هو شخصيا قاعد تحت فيه ايه؟ فانا وانا مش حساسه وما عنديش حاجه، بس انا والده وتخينه وتعبانه وشكلي وحش وفيها هواجس ولسه صغيره فكده. فانا متفهمه جدا اللي هو بيقوله ده، انه ممكن مراته تبقى عندها حاجات وهي اوريدي حساسه، فهو سابها، ده هو تخلى عنها، ده هو مش طايقها، هو مش عاجبها شكل، مش عاجبه شكلها، فكل الحاجات دي. فهو بيقول لك اتعامل ازاي. طيب احنا بس عايزين نفهم الناس الموضوع جاي ازاي. هي مراته اصلا شخصيه حساسه. بعد الولاده مباشره بيحصل تغير جذري ومفاجئ في الهرمونات. فعشان كده الست عاده
بغض النظر بقى عن انك بتبقي موجوعه من الولاده وما بتناميش كويس، وفي بني ادم بيزن 24 ساعه وانت طب بيعيط ليه؟ عايز يغير، طب عايز ياكل، طب عايز يكرع. فعدم او اهتزاز صورتك النفسيه، انا ايه اللي جبته لنفسي؟ انا تخنت، انا خسيت، انا تعبانه، انا مش قادره اقوم. انت ما بتناميش. مع التغير الهرموني، مع الشخصيه الحساسه، فانت في قمه الهشاشه النفسيه. لو حد حتى حب يسندك ويعمل لك كوبايه شاي وما سالكيش عايزه نعناع ولا لا، انت ممكن تنهاري في العياط، تنهاري لاي سبب. ففكره ان انت عادي، انت ما شفتش اصحابك بقالك كتير فنزلت تقعد مع اصحابك، دي بالنسبه لها كارثه. لان انا تعبانه وموجوعه ومتضايقه وما نمتش طول الليل وبحاول اعمل كل حاجه، وانت ما بص الترجمه بقى جايه منين، انت ما بقتش تاخد بالك مني زي الاول. لا، وهو احيانا ممكن تتخيل ان هو هيسيبها. ايوه، او ان هو ابتديت تهملني. انت مش عايز تشاركني، ده انت حتى الشويه الكويسين اللي انا قاعده فايقه فيهم انت مش عايز تقعد معايا، انت ما بقتش تحبني. كل الترجمه دي جايه من كذا حاجه، زي معظم الستات والبنات في وقت معين في الشوط تلاقي العياط بانهيار بلا سبب. بنعرف بعد كده ان هي فتره البي ام اس. البي ام اس اللي هي فتره ما قبل الحيض او ما قبل الدوره الشهريه، اللي هي فتره عياط بلا سبب، اكتئاب بلا هدف. في بنات وستات بتقلب معاها باكل كتير، الشوكولاته كتير. فاحنا عندنا مشكله كستات في التغيرات الهرمونيه دي. صحيح، فدي بتخلينا بينزلوا اغنيه انغام في اغنيه كده هي بتقول كل حاجه وعكسها، كل أيوة حاجه وعكسها، فيقول لك ايه دي الترجمه حرفيه للهرمونات بتاعت الستات. للهرمونات بتاعت الستات ده حقيقي. تمام. أيوة. وحتى يا جماعه الست اللي بتبقى بحبك كتير ومش طايقاك، مش عارفه، عايزه اشوفك ومش عايزه اشوف، حاجات كتير كده. فدي ترجمه حرفيه فعلا لاوقات معينه، منها الفتره اللي قبل الدوره الشهريه بتاعتنا، فتره المونوبوز، يعني احنا ايه خلاص يعني بقينا في سن احسن بكتير. أيوة. وانضج، فابتدينا نفقد الهرمونات دي او مستواها يقل في الدم. حاله الولاده. تمام. لانه اساسا ديبريشن والاكتئاب السريري اساسا اللي هو الكلينيكال ديبريشن بيحتاج ادويه، بيبقى جاي نتيجه خلل في الهرمونات وفي كيمياء المخ. فحضرتك بقى لو انت بتعامل مع الشخص الحساس بالشوكة والسكينة، فحضرتك محتاج تتعامل مع الست الحساسة اللي عندها تغير في الهرمونات بالشوكة والسكينة والمعلقة. لا، وهترجع، بس ايه يعني هترجع لطبيعتها، هترجع لطبيعتها، بس الحبة الفترة دي فعلا، فترة الحيض، فترة الحمل، الولادة، الحاجات دي يعني فترة فيها شوية طوارئ، وبعدين احنا عشان نحافظ على البيت محتاج هي بتتحمل حاجات وهو برضو لازم يتحمل حاجات. لازم، بالظبط كده. الشخصيات الحساسة بقى، المهم اللي انا عايزة اقوله، انتوا فيكم ميزة عن بقية الناس، كل بني ادمين فيهم ميزة، استغلوا الميزة دي بتاعتكم. الناس اللي حوالين الشخصيات الحساسة، استغل حب البني ادمين الحساسين اللي بيبقوا عايزين يدوك عينيهم ويحافظوا عليك قوي وبيكلموك بالراحة وبالهدوء. ده مش خنيق، ده بيخاف عليك قوي، ده بيخاف على زعلك. فهو متخيل ان انت كمان هتعامله بنفس الطريقه. لكن هو مش شخص خنيق ولا شخص اوفر. هو اوفر، هو خلقه ربنا بيحس قوي بالحاجه او بالبيئه المحيطه بيه اضعافك. فاحنا لو فهمنا دي هنعرف نتعامل كويس قوي مع مميزات الشخص الحساس. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا مروة السعيدي، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.